إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، تعيش الإنسانية أو أكثر الإنسانية اليوم حالة من الضنك والتعب والشقاء، لأن الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولأن الله تعالى يقول: ظهر الفساد، أي الخلل في كل شيء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولأنه قال في سياق تحريم الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما بالكم إذ تعلن الحرب من الله جل جلاله على أولئك الذين يعرضون عن ذكره وعن منهجه وعن أمره، بل ويحادون أمر الله ويشاقون الله ورسوله ويعتدون على أولياء الله ورسل الله. من ثم لا غرو أن تكثر الفتن. ولو أردنا أن نتحدث عن الفتن وأسبابها وأنواعها ويطول ويطول المقام، ولكن لا شك أن أعظم سبب من أسباب الفتن هو الإعراض عن الله والإخلاد إلى الأرض. لو سألنا أكثر الناس كم يفكر في لحظة الموت، وكم يفكر فيما بعد الموت، وكم يعمل لما بعد الموت، وكم يعمل للآخرة، وكم يحاسب نفسه، وكم يهيئ لتلك اللحظة التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه، لوجدنا كثيراً من الناس في غفلة عن ربهم سبحانه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. نعم، هذا الانشغال بالدنيا والصراع على الدنيا، بل وتجده ربما في مجلس عزاء، ولكنه كأن الموت لا يعنيه، وكأن الموت فقط يعني غيره. لذلك هو يستمر في أكل الحقوق، لذلك هو يستمر في الظلم، لذلك هو يستمر في الإعراض عن الله سبحانه، لذلك هو يستمر في الوقوع في الموبقات. هذا سبب أعظم من أسباب الفتن، ولكن أيضاً يتفرع عن ذلك من أسباب الفتن الشيء الكثير. عندما يحب البعض الظهور والشهرة، وعندما يتعلق البعض بالشهوة أو الشبهة، وعندما تجد عند البعض نوعاً من أنواع التشدد في الفكر والانغلاق في الفكر والتحجر في الفكر والانحراف في الفكر وباسم الدين أحياناً، وعندما تجد البعض عنده من الاندفاعات والعواطف والغرور بالذات، ماذا سيؤدي ذلك؟ غالباً عندما ينظر بعض أعدائنا الذين يمكرون بهذه الأمة ويخططون للأمة، ينظرون إلى هذا الصنف من الناس، الصنف الذي يحب التطلع والشهرة والجاه والمنصب والمال والنساء
والصنف الذي عنده التشدد والاندفاع والعاطفة الشديدة الغير منضبطة، والصنف المعتد بنفسه جدا، والصنف المنغلق في التفكير، فيستغلون هؤلاء الناس من نقاط الضعف هذه، فربما يمدونهم بالمال، وربما يمدونهم بالوسائل، وربما يمدونهم بالأعمال ليستدرجوهم إلى أعمال تكون سببا في إيقاع الفتنة في الأمة الإسلامية. هذا من أسباب الفتن. ومن ثم فأنواع الفتن لا تنحصر في نوع واحد. ربما إذا تكلم الناس عن الفتن انصرف نظرهم وفكرهم إلى نوع من الفتن التي يكون فيها إراقة الدماء، والتي يكون فيها تفتيت عضد الأمة، والتي يكون فيها التمزيق وأكل الحقوق ومنع الأمن ومنع الاستقرار إلى غير ذلك من الصراعات التي تترتب على هذه الفتن. ولكن الفتن أنواع كثر، بعضها يؤدي إلى بعض، فالفتنة المال من جهة، وفتنة الدنيا من جهة، وفتنة النساء من جهة، بل وفتنة الشهرة من جهة، وفتنة الشباب الذي هو عاطل عن العمل والذي يعيش حالة من الفراغ واللهو والتيه، نوع آخر من أسباب وأنواع الفتن. إذن لا شك لا تنحصر الفتن في نوع واحد، بل وأخطر 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 الفتن أن يفتن الإنسان عن دينه. أكثر ما نواجه اليوم أولئك الذين يخططون ليفتنون الناس عن دينهم. ما معنى يفتنون الناس عن دينهم؟ يوقعونهم في العذاب الشديد، يوقعونهم في الآلام، يوقعون عليهم أشد أنواع الظلم، لكي إما يصرفوهم عن دينهم، أو يحرفوهم في فكر دينهم، أو يؤثرون فيهم لإخراجهم من دينهم أيضاً، أو يجعلونهم يعانون أشد المعاناة بسبب دينهم. وفي هذا السياق كان قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، وفي هذا السياق كان قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أشد من القتل إذا قارنتها بغيرها من الفتن، والفتنة أكبر من القتل إذا نظرت إليها من حيث هي في آثارها وماهيتها. فعندما تكون هذه الفتنة فتنة للناس عن دينهم فهي أشد من القتل، وهي أكبر من القتل. وفي هذا كان قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولكن كيف نتقي الفتن؟ هذا السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا دائما إياه، لنحافظ على مجتمع آمن مستقر، لنحافظ على أمتنا وحيويتها وحياتها وإرادتها ووجودها واستقرارها، لنحافظ على أوطاننا، لنستطيع نشر ديننا والقيام بحق هذا الدين. طالما حدثتنا الآيات عن عواصم من الفتن، ولو أراد الإنسان أن يسترسل في استحضار العواصم من الفتن، أي التي يحفظ الأمة والإنسان من أن يقع في فتنة، أي فتنة كانت، كثيرة جدا وجدا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن دعوني أذكر بآيات أو أحاديث أمر بها سريعا وبإيجاز، بل عناوين. العاصم الأول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أن تقرأ الآية قراءة كاملة. والعاصم الثاني: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعاصم الثالث: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والعاصم الرابع: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعاصم الآخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
والعاصم السادس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا بد من إحقاق الحق والعدل، فما لم يتحقق الحق والعدل لا تتوقع أن لا يكون فتن. والعاصم السابع في ذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولا بد أن نفقه كل هذه الآيات وكيف تكون عاصمة من الفتن. والعاصم الثامن لئن شكرتم لأزيدنكم، لأن الله تعالى يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، حتى لا نقع في لباس الجوع والخوف، وهو من آثار الفتن ومن أخطر أسباب وآثار الفتن العبادة والعبودية الخالصة لله والشكر لله وتفقد أحوال الناس وتتبع أسباب الفتن وإزالة أسباب الفتن من حياة الناس. لئن شكرتم، ومن ثم شكر نعمة الأمن وشكر نعمة الاستقرار وشكر نعم الله سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنكم. والعاصم الآخر لزوم الراسخين في العلم، والعاصم الآخر لزوم جماعة المسلمين، وعاصم آخر المبادرة إلى الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، عندما تجد المجتمع قد افتقد الأعمال الصالحة معنى ذلك أن البيئة صالحة لكل فتنة خطيرة. حتى ندرأ هذه الفتن لابد أن يكون طبيعة المجتمع يبادر إلى الأعمال الصالحة. وعاصم آخر كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه، لذلك كان كثيرا ما يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما أكثر العواصم من الفتن، ولكن هل نتدبر وهل نعمل؟ ولذلك جاء حديث حذيفة وهو الخبير بالفتن ومواطن الفتن وأسباب الفتن وروايات الفتن، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، دل ذلك على أن القضية تحتاج إلى تفقه في ماهية الفتن وأسباب الفتن وما الوقاية من الفتن لنحفظ مجتمعنا وأمننا واستقرارنا. لقد كان هنالك صراع فكري عبر التاريخ بين علماء واتجاهات كثيرة، إذا تعارضت وحدة الأمة من جهة والأمن والاستقرار، يعني أن يجتمع الوحدة والأمن والاستقرار، لكن معه ظلم واعتداء من جهات ما على الأمة، وحدة وأمن واستقرار لكن يوجد ظلم، وبالمقابل عدل، لكن حتى تحقق هذا العدل سفك دماء واقتتال طويل. رجح أغلب العلماء أن نرجح الوحدة ونرجح الأمن والاستقرار على العدل، لكن لا يعني إغضاء من شأن العدل، ولكن يعني أن يتحمل الطرف الآخر مسؤولياته في ذلك كاملة، وعلى أن يقوم أهل العلم والمجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا حصل بعد ذلك تجاوز واعتداء عام على المجتمع فحصل ما حصل من فتن، فمن يتحمل مسؤولية ذلك بعد ذلك؟ إذن قضية تحتاج إلى كثير وكثير من التفقه، ما أحوجنا إلى أسباب استقرار المجتمع واستقرار الأوطان وأمن الأوطان وأسباب أمن الأوطان بالعبودية الخالصة لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.